الاخوان السلام عليكم ورحمه الله. كما قلت لكم القضيه هي قال لك من حدها هي دقاقي وتزيد في البيضه، ماشي هو المثال، من حدها هي دقاقي وتزيد في البيضه. كلكم خصكم في المدرسه، tout le monde à l'école. انا قال اخنوش صاحب الملك، ملك خصكم تمشيو تعملوا التربيه. ما صافش كون ربي دي ما عندناش دابا المشكل دابا غادي تقول نقول لكم بالعربيه، تعرف فهمتي؟ صافي دابا دابا المخزن جعر دابا جعر، غتحل في مخ الحبس بدون حكم بلا والو، ما كاين غير الحراسه النظريه والاحتياطي، واش ويطلعوك من الخنيفره بلي ملا الخنيفره، من الخنيفره القنيطره، من القنيطره، وعلى الاخر يقولك حتى السيمه الجايه وندوزوك في المحكمه. علاش ما قال والو؟ الناس ما كانت تغوت، يطلبوا بالصراح ديالو. اسمو بودا، ماشي داك البودا ديال البوديس، لا بودا الاخر، اسمو عبد العالي بحمد عبد العالي. هذا ولد خنيفره. هو دابا هاد السيد هذا ولد خنيفره. الحل الوحيد هو غادي نطلبوا من ام سيدي، لان صاحب جلاله مو من الخنيفره. هو دابا خصنا نطلبوها، نقول لها شوف الله يطول لك العمر ويطول ولدك طول العمر، والاحفاد ديالك طول لهم العمر، نعفو على هاد السيد. قول لولدك يعفو على السيد، انت يا بنت خنيفره وهذا ولد خنيفره، ما بغيناش خنيفره تاخذ صبعه خايبه على بلادنا. فلهذا هاد النداء تنصيفطو على ام سيدي هي مت الملك هذا محمد السادس، مو لطيفه، الله يحفظها ويطول عمرها. نطلبو منها تكلم مع ولدها باش تقول ليه بارك هادشي، راه هادشي هاد الكلاب اللي عندك في الحكومة راه غادي يوسخو لينا السمعة مع المغربي تاع الشارع. ودابا كل سيمانة تيشدو واحد، وتيبقو عليه بالتأجيل. التأجيل لأن النيابة العامة غادي نعطيوها الفلوس وتياخدو الرشوة كلشي، وما عندهم تيوجدوش لي دوسي باش يعطيوهم للقاضي، وتيقولو حكا غادي نأجلو. ما كاين غير التأجيل لماذا؟ لتخسيخ المتهم. هادشي اللي واقع. شوف ما تشوف فيا ما نشوف فيك، فهمتي؟ إلا بغيتي التصويرة نعطيها لك ونسيني لك فيها، تصدع عليا كرهان، فهمتي؟ أنا نقول لك من هنايا هادشي تيعملو دابا. هما دابا كل نهار شادين واحد، وهاذوك ولاد القحاب اللي في البرلمان وفي الوزارة يسبوك الله ما يتصورو، لأنك أنت حشرة، هما كلاب. ها وحيوان وحنا حشرات. فهمتي هادشي اللي كاين. ودابا انا كنا محتفلين البارح، من البارح كنا نحتفلوا. راه هذاك اسمه لك هذاك راه ناعس، عرفتي؟ ضرب صندوقه ديال البودفايزر ضربها بوحدو. جاني افيا، ما حنا شي حنا كنا لي فورنيسور، جابوا لي ساكادو، شتي ها هو، ماشي ساكادو، بودفايزر، شتي ها هي بودفايزر، ساكادو، وفي ديك اسمها ديال القرعة، شحال القرعة هي شتيها، هاهي منسقة عليها، ما فين منسقين عليها، هاهي شتيها، بشحال هاهي بودفايزر، عطوها لي فابور. وتا المغرب تا المغرب عطاو الكادو، عطاو الكادو ديال بابا نويل. شو عطاني خويا؟ عطاني قميجة هاذي، شوف هاهي، هاهي شتيها قميجة، هاهي نايس شوف هاهي قميجة ديال بودفايزر، شتيها، فهمتي؟ هاهي شتيها قداش؟ هاهي هاهي بودفايزر، الكادو هاد في رأس السنة، ماشي بحال المغرب يجيب ما يعطيك والو، والله الحرام، تيخونو، فهمتي؟ ماشي سوقي، يعطيو ولا ما يعطيوش. بحال دابا حنايا هذاك اسمو الشركة ديال لابيا، داك ستوك براسوري ماروكان اللي كان فيها داك المدير ولا داك وزير الداخلية اللي دابا اللي مرأس اللجنة ديال النموية ولا التنمية ولا مالك تخربيق،
انت واحد ها واحد الجاكيت ها لانه كان شمكريه شتي هيا عطاه لي قال يا مع البودفايزر انت شوف 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 الناس شوف الناس الناس يتبرعوا علينا ماني مش سوقيين ماشي سوقيين دابا حنا عندنا هذا غير الشفار في المغرب فهمتي تا الشفار دابا شوف دابا دابا هاد الوزراء اللي كانوا عروبيه دابا تيعتاو تيمشيو تيعملوا داك فهمتي تيعملوا المكياج وتيعملوا داك البوتوكس وتينقصوا وتيقادوا وتيصبغوا شعرهم باش تحيدوا داك التوحيمه تيحيدوها هذاك هالف كاس دابا غادي يعمل تريتمنت بحال مايكل جاكسون بغا يرجع بيض غادي يعمل تريتمنت باش يولي بيض بحال صافي مايكل جاكسون ملي دار لي الخوا تا هو بقى هذا هو حيدني فوا هو دار هادي هادي ها هو بغا يولي بحال اليزابيث تايلر هذا اليزابيث ممثله انجليزي مانيش اللي كتطيح مع ريتشارد اسمه ريتشارد بيرتون في كليوباترا مانيش فيلم قديم هذاك مانيش انتي دابا هادو القحبه دابا شبعوا دابا ملي شبعوا دابا ولاو تيمشيو دابا تيمشيو يصوبوا ريوسهم يعملوا هذا وهذا ايوا وكيبقى يديرهم عروبي غير عروبي فهمتني نقول لك دابا هاد السيد ديال هذا بودا عبد العالي بحمد مسكين دوك الشلوح ديال الخليفرة ايوا نتي خصنا نطلب حنا قلنا غن النداء راه سيتنا سيتنا غنقول الولي العهد نقول ليه ملي تشوف جدك قول لها تكلم مع باك بشي تقول لها استخت هرزه خرجوا عرفتي قالت لها استخت هرزه المعلم الملك ما يخاف يحشم الموت ولا واخا غادي نتكلم على داك ولد القحبه اللي كاين في النيابه العامه ولا وزير العدل قول ليه طلقوا لا بدا مدير لان هادشي ولا تعدو عرفتي تعدو انا هذاك بحال بالك داك الضربي هذاك مع الضربي سمحوا لي الاخوه المغاربه ماشي عنصري واخا انا عنصري ماشي عنصري فهمتي ما عليناش تتبان لي فيه عنصري ما عليناش بحال بالك الضربي هذاك البرنس مولاي عبد الله انا قلت فيه كيلومتر جا واحد قال لي فيه غير 750 متر لان تيبدا من لاشو في كان مقابله مع جوت انستيتيوت تطلع حتى لا ياخذ فقيله وصافي حدو تما ولا تزيد المحكمه التريبينال ما عرف 22 مليار قال لك الميزانيه باش غادي يصوبوه وقالوا الاشغال الله عليك شكرا اشغال غادي تطلب سنه ديال الاشغال 700 حنا كاع نعطيهم كيلومتر 22 مليار قال لك الكومبانيه لاميناجمون دو لا فيل هي اللي غادي كيسوكيب اي شفت اوكيب لا مات اوكيب دير امك معنك مات اوكيبي اسيرو القحبه الشفاره واخا حنا كاع درنا واش دابا نتوما ملي غادي تحبسوا الزنقه ما يمشوش فيها الناس اللي غتكونوا تحفروا الغيس والشتا واش غتعطيو واحد الكومبنسيشن واحد التعويض الناس تعفيهم الضرائب الضريبه ديال النظافه والضريبه ديال هادي والضريبه تعفوها عام ياك تقولي عام وعفوا على مي الحوان بالضريبه ها ولا انتم تعرفوا غير تشفروا ولا القحاب تعرفوا تشفروا ملي غادي تبني وغادي عندك غادي يطلب الشغل يطلب عام ايوا عفي على مي الحوان التعويضات قال لك على ما سمعت واحد قال لك تمشي لهم 40% ديال الخسارات فهمتي الكلي ما غاديش يجي الكلي يجي الغيس ايوا اش ما يقولش وحنايا غادي نديرو باش يعملوا واحد شويه البيار المجلس البالي وحنا غادي نعطيهم واحد اعفاء من الضريبه لمده سنه جي لا اسكت دير امك حنا نحفروا نخسروا لك البيزن نخرجوا لك حياتك وغيره ومن الفوق تخلصنا الضريبه النظافه ضريبه الزبل ضريبه هذه ضريبه هذه شو القحه وديك الضريبه ديال البرج باقا ضريبه البرج واش من البرج ها ضريبه البرج كان يجي عندنا واحد القحبي يقول أرى الفرنك تي هو البرج تاع اللي تيجي بحالو قول لي عندك البرج ما تيجي ما تيجي تقول عندك البرج أرى الفرنك ولا ما عرفتش شحال طلعت واقيلا يعني انا ماشي سوقي انا ماشي سوقي دابا حنايا اش نديرو هنايا اش نديرو صاحبي انا واحد الاخ اسمو تحيه لك بنسلفانيا تحيه لكم الاخوه تحيه وعاوتاني لكم واشنطن دي سي ولا واشنطن فيرجينيا تحيه لكم
وتحيه لك الالمان في مدينه في الالمان لك الالمان سبريخ زيداتش فهمتي هذاك تما تحييكم من هنايا فهمتيني ولا ما حييتكم ما حي تحي فوالا بخير راه كبير انا والمروكي المروكي راه فين ندير موراه ديال الكلبة والله العظيم عرفتي ديك السيمانة دابا سيمانة ونهار بك هذا ومازال عنده ثاني الحد والاثنين والثلاثة فابا كلشي فابا الناس على الناس على الناس يخلصوا عليه الشراب الو الو مروكي مروكي دي وان درينك يس بليز يس بليز ما بغي يس بليز ما تعرف والو ما تعرفش خشي يدوب جيبو اش دير معاه مسكين الله يكون الله يتوفى واحد الخا واحد واحد المغربي لا مارتينا بو كتاب واش عندهم كتابه بو كتاب قال لي النكاح مزيان من واحد الملح فهاد العمر ديالك النكاح مزيان قال لي تسرح له العضلات واشنو يمشي هادشي اللي قال لي هذا على واحد المغربي قال من الولايات المتحده قال لي النكاح مزيان شيء قال لي ما غاديش تمسك حاجه الشكر للاخوان اللي باركوا لي في العيد عيد الميلاد نشكركم الله يطول عمركم ودائما مرحبا بكم عندي هنا في البار فهمتي اللي ما يخرج على راسو يجي عندي هنا البار فهمتي انا نقول لكم فهمتي ولكن تصوقوا ما تجيوش عندي ما عليك معكم شي واحد ما تيصوقش لانني هنايا دخل ما هذا لابد تجيو تشربوا مرحبا بكم ولكن خصكم عندكم ترانسبور بلا ترانسبور ما كاينلاش تضيعوا وقتكم انا نقول لكم هنايا فهمتي راه مرحبا بكم فهمتي راه الحمد لله الخير موجود فهمتي لان ما علاش شحال غادي نعيشوا في هاد الدنيا شحال غادي نعيشوا بغا بغيت نشوف هذوك بني عمك نتوما فهمتي قال لي واحد باري فرنسي قال لي عندنا حنا لك لا سونتي هذه هي عندكم معلوم عندكم مزيان ايه حتى حنا عندنا ولو نتوما جيتو عندنا خصك تجي معك لا كارت اوروبيان والدواء فابور ولكن الاخرين ها لي هذاك حنا نمشيو عندكم الدواء فابور تي ولكن هادو اللي تيجيو دابا اللي تيجيو خصهم يجيو بلاسورونس ما كاينش دين مول اللي جاب الفيزا يجي بلاسورونس لان هذا قالوا كيما يقولوا تكرفسوا على السيستم دي بسم الله اسمحوا لي راني شويه هذيك عيان وسمحوا لي الى تعطلت عليكم لان كانوا عندي كليه ما بغاوش يخرجوا ليا عييت ما ندير في الصفاره داكشي ما بغاوش ايوا دابا عاد مشاو دابا عاد تنصيفط لكم هذا الفيديو هذا وليك الاخر ديال البارح حبسوه ليا عاد تلقوه واليوم ديال صلاه الجمعه غير هو دخل وما يحبسوه ليا راه حابسينه دابا تنتسنى في الاستئناف انا ولا القحاب نقول يوم من هنايا ولا القحاب هما دابا تيسينياليو الفيديو بون مي تيمشي عند هذوك يدوزو ويتصنتو ولا تيطلقوه ما كاين حتى شي حاجة ويلي واش نقولو الحقيقة حنا نقولو الحقيقة حنا راه قلنا ليكم راه لا ننتمي إلى أي جهة معينة من حنا ما والو متابعين لا دولة ما هذا متابعين لا مخابرات متابعين لا البركاكا متابعين حتى شي واحد حنايا بوحدنا هنايا حنا هو المخابرات هنايا عندنا الناس ديالنا الله يطول عمرهم في المغرب هما المراسلين ديالنا في أنحاء العالم فهمتي قالك ديالها غير زوينة وخبار كيجيبوها الآخراني ها شتي ها هما تيراسلونا تيصوتو لينا سيتونا النميمة لأن هادو هما تيشوهو بالقضاء القضاء بالتليفون هما هادو شتيهم هادو شتي فهمتي أخي المغربي راه حنا باكين داخلين سوق راسنا حنا ما نتكلمو حنا اللي جبدنا ندورو فيه فهمتي هادشي اللي حنا ما خاسرين والو واحد قال لي الساعة لو سينما شريف واش الساعة لو سينما مازال ما ريبتوهم أوه إلا 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 الساعة لو الساعة عندهم سينما العثمانية وسينما شريف وسينما السعادة و
وكان ديك اسم الاهرام الاهرام الصحراء في عين الشوق وقيلا الصحراء والاهرام في طريق مديونه هذيك اللي رابت هذيك مانيش انا ماشي سوقي فهمتي قلت داك اسمو داك اسمو داك اسمو داك الدري مول الكاسكيطه قال لي باغي لي 5 سنين ديال الحبس 5 سنين ديال الحبس عباد الله دابا عرفتي حنا ولينا حنايا ديكتاتورشيب باي ستيلت حنا عندنا هذه ديكتاتوريه ديال الحسي مسي انت دابا هادو قلت لك راه قلنا لكم راه هادو الاسلاميين ولا هاد المسلمين راه اكثر جنس في العالم هادو هذه هي الديانه اللي تكلموا على الكراهيه الكراهيه والغش والنفاق والحقره على النساء وتيحقروا على النساء تيحقروا عليهم هادو المسلمين تيجيو دوك المغربيين دايرين الحجابات حتى هما تيقولوا حنا مناضله شري تقاودي حيدي الحجاب وحسني رجليك حسني رجليك وخرجي مع راسك تقصي وسيري لابلاج تقاودي عليا وبحال دابا واحد المغربيه ما عرفتش شنو هي نصرانيه ولا ماشي نصرانيه واحد يقول لي محمد البراني محمد البراني ساكن في 200 عنده هذا وقال كلف 20 مليون كلف فيها 255 زنقة تزارين واش هذه واش فرنسا ولا في المغرب ولا فين واكلها فلوسها كانت قالوا في شي بيزنس شهوات نادية الفاسي شكون شهوات نادية الفاسي واش هذه شهوات نادية الفاسي شي بروجي داتو معاه ولقى ما كان فلوسه هذا محمد البراني المغاربه الشفاره وكثيريه كانت المراه تيحكروا عليها اش نقول لك انايا راه القحبه راه غير الحكاره نقول لك من هنايا انا ماشي سوقي فهمتي تقاوم معايا نتكلم معاك صافي وهادشي اللي كاين اخويا المغاربه ما كاين لان شويه انا عيان الناس مشاو اليوم ناشطين راه طلينا فيهم الماكله ما كاين غير داك اسمو سوسيج روز و بورك تشيبولاتا و سبير ريز دي لي بوشي و لي اسمو لي فولوفون درنا اليوم عطينا لهم لي زام فلوب ديال بحال يقولوا نتوما المخشيه كانوا بشبع هادي داكشي لي شاط الزول المغرب داروا في الصاكه قاعد يتسحر به الليله واش حنا في رمضان داك قدام هذا المغربي انتي واش اللي قال لكم اخوتنا المغاربه ما عندي ما نقول لكم ما كاين حتى شي حاجه دابا اللي كاين هادشي اللي كاين دابا في اليوتيوب شي واحد داك المغني داك عزيز عليا داك علي هادي الميلودي المره هادي المين ولكن صاحبي هذاك مالو هذاك الاغنيه تيكوتي وتيكوتا هذا مزيان ولكن واش دارت ليه في الخوله كيفاش والله ما عرف ما يدخل سوق راسو يخلي عباد الله اللي بغى يقول شي حاجه يقولها يقول لك مرتو يعمل هذاك على فمو يحبس لها فمو صافي وين ليه هذا ما قالكش شدوه ما شدوه ضرب واحد جابو سيتيفيكا وهاد السيتيفيكا الله يخليها سلعة قالك جابو سيتيفيكا فيها 30 يوم هذا بس 30 يوم قالك 30 يوم هي دابا العادي الميلدوي غادي يمشي ب 50 الحبس لعلا السيتيفيكا فيها 30 يوم وغادي يجيبوا ولا كثير يجيبوا الشهود جوج شهود مزورين صافي وسي ما طرا لي والو غاد تعوج لي العقل ديال شويه مع هذاك هذا انا راه قالك شدوه البوليس هادشي اللي على ما قال له المخبري شو ما بغيش نعرف انا غير نشوف انا داك اسمو اليوتيوب الدنيا عامره في العادي اللي ما العادي اللي عادي الميلودي ما هذا ايوا عرفنا هذا الشيء ديال السوشيال سيليبريتيز تبعهم اللي كسموا تبعينهم البارازاتي ولا شنو البارازي تبعينهم ممكن دابا الا كان داكشي صحيح احسن يسكت ويدخل سوق راسو ويقول لمرتو دخلي سوق راسك هذا الا بقيت معايا يجي يسخسخو فيه دابا عرفتي المغاربه الحسد غادي يشدوه غادي يديروا لي هذا صدق هو داخل الحبس ويدير لهم بحال جوني كاش يعمل لهم الكونسيرت داك قنيطره سنترال ولا داك عين الموم العادل هذه الميلودي انترتين بريزنرز دي
فلهذا الاخوه المغاربه خلينا نمشي نعس، راني شويه عيان فهمتي. دابا انا ندير معاكم فهمتي باش نخليكم تسناو، لان ما كاين ما يتقال فهمتي. النميمه ما كاين لا شي حاجه قولوها ليا، ما قلتوا ليا والو، ما نتلم نقول والو، اش نقولوا؟ تكلمنا على الدار البيضاء، هم غيسدوا الطريق داك البلاس مولاي عبد الله غيسدوه، وما غاديش يعطيو سمو التعويض مالي الحوانت. ايوا هذه الديمقراطيه، هذه هو الحقره، هذه دابا تيحكم الحقره في المغرب كاع في ماكينه العداله والتنميه فيها اولاد القحاب الحقره. دابا غادي يحرشوا عليك صحابهم تاني غيكتبوا، ولكن انا باك عليهم تي 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 بي 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 بالمحيدين المهم، وراه ما يسينياليو، ما قلت لهم انا ماشي بالفلوس هنايا، انا راه والو الحمد لله خدنا التقاعد فهمتي، حنا غير هنا نتلهو بكم تنشوهو بكم، نهار تحشمو حنا تنحشمو، نهار تحشمو تنبقى نقول والو، نقلب شي حاجه اخرى هنايا فهمتي. صافي قلنا لكم حشمو وباركهم تشفات، خدموا مع المواطن وطلقوا السجناء، طلقوهم عاش شادينهم ولا خرجوهم عاش شادينهم بلا حكم. الله الله يخلي. ايوا واش نقول لكم اخويا، تحياتي لكل داك اسمه واحد الدري اسمه داك نظيف واحد الدري نظيف تيعمل الصوبه وتيعمل داكشي ديال الدواء، هو بحال قلتي شي عطار امريكاني تيجيب لك العشوب باش الدواء مزيان هادي. وداك هذاك سامي دو برازيل هاد الايام ما شفتوش عاوتاني، ياك ما عندهم البرد سامي دو برازيل هو الكلب ديالو ولا الكلبه. وتحيا سامي دو. وعندنا داك واحد يقولي سامي بوي هذاك اللي في لاهاي، المحكمه الاوروبيه، هذاك المحكمه الدوليه، ما عرفت لا هيك لا شو تو ساكن كاع. دابا تقول المغاربه مع البرد تيتقهروا، ومع الساعه حنا عندهم ساعه زايده ولا حنا عندنا ساعه زايده، يا مسك خصهم ينعسوا بكري. وانا ما عندي معنى حيت انا ما خدام مردام، وهاد المروكي برا يخدموا من الاخر ديما. وسمحوا لي عطلناكم فهمتي، راه حنايا حتى حنا عندنا المكانه ديالنا ماشي بحال المكانه ديالكم نتوما فهمتي. وخلينا الله يرحم بواليكم. عيد ورك وعاود الكرك، شارك في القناة من فضلك، وابوني سبسكرايب شير بارتاجي، وفرقوا بعضياتكم كليك وكلاك، وعمل ديك اللعبة ديال البوسة جيم. ايوا لو خلينا ندير لكم القانون فهمتي. Your last order at the bar, please. واش اللي كيدخل المغاربه ما كاين ما يتقال لا. هادشي اللي قال واحد، قال لي واحد هذوك الدراري الامريكان، واحد يقول لك كلام واحد يقول لك كلام، قال لك is no medical care in America. هذا واحد قال لي، واحد قال لي الا كنتي خدام راه عندك لاميتيال تداويك وتداوي ولادك بحال المغرب ما عندناش. ولكن المشكل هما هذوك اللي ما تيخدموش، وكي قال لك اللي ما تيخدموش خص يمشي يداوى من بعد تيعملوا لي هذا، ونهار يولي لابس عليه خلص كيما داروا داك الراب هذاك داك الكحل تيعمل الراب. جاتو فاكتوره ما شحال فيها من مليون، ملي كان صغير كان داووه وخلا وقع ديكسي داكشي وما عندوش فلوس، وكي نهار ولا فنان داكشي جاتو الفاكتوره ويخلصها. هادشي اللي قالك دابا، هادشي اللي قالك في أمريكا. إيوا ولكن هي شوف الحقيقة، واحد ملي يجي ليك راسو مهرس ها خصك داويه تخيطو ليه. في المغرب لا، في المغرب يقول جيب الفلوس، أرا لاكارت ناسيونال أرا تشيك. هادي في المغرب لا، خصك بعدا تعتقو هو الأول وعاد من بعد خود لاكارت ناسيونال وهذا وهذا ها. وحط سميتو في الضمان الإجتماعي، غدا بعد غدا ولا خدام غتحيد ليه من الفلوس ديالو فهمتي. هاد السيد علاش؟ لأن القحاب معكازين ما يبغوش يخدمو، ما عندهمش السيستم بحال دابا. أي مغربي خصو يكون عندو نيميرو د لاكيس سوسيال، أي مغربي خدام ولا ما خدام. خلينا نلعبها
هذا ريجيستر دو كوميرس، واش من ريجيستر دو كوميرس ولا هذا؟ أي واحد يتزاد عليه لاسيرونس لصق عليه في ودنه، بحال في المستقبل غادي يولي تشيب، يلصقوا لك تشيب، نيمور لاسيرونس ديالك، صافي، تمشي فين مشي طاف ويعرفوك شكون نتايا، داكشي اللي خصهم يديرو في المغرب، إلا ما عندوش فلوس داويه، إلا ما عندوش غاديرها في السيستم، نهار يخدم. غادي يطلع النمره ديالو يحيدوا لي من لاكي سوسيال يحيدوا لي داك شويه بشويه ولكن المغرب لا تموت تيقتلوك ويجي لك من قحبه السيكوريتي تيقلب لك جيبك الى عين شي حاجه تيخونا داك السيكوريتي السيكوريتي انا نقول لك هذوك السيكوريتي هذوك السيكوريتي هو واحد جماعه ديال الكروكس تاع المخولين كاع هذوك الشركه ديال السيكوريتي هذا دير خد خوين مو خوين اي واحد نضى شركة سيكيري اي واحد نضى شركة دي نتوياج اي واحد نضى شركة دي الجارديناج وهذا القحب هاتش ديني غير مو خوين القحب يجيبوا خدموا عندهم عباد الله زيرو اور 12 ساعة تعطيهم 100 درهم في النهار وما شحال انا نقول لك مدي هاتشي في المغرب ودوك الوزراء ديالنا ساكتين ودابا القحاب راه كلهم هو هنايا راه دابا راه بدا يجيو راه بدا يجيو نهار الاثنين غنهول نقلب على ديال الموم الا بان شي واحد نسب ديال الموم راه اخوان فينيش درينك اند بيس اوف بليز فينيش درينك اند بيس اوف مراكي فيخ 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 مراكي بالتفلي فيخ فيخ اش 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 تعال حدايا تعال حدايا يا المروكي تعال حدايا تعجبونا اخوان تصبحوا على خير اسمحوا لي اليوم راه شويه عيان يعني ما كنتش هو الشيء اللي كان يبغي يقول شي حاجه يقول وهذا واللي ما عجبوش الحال يدوف حبي